افتتح محمد محمود مقام قضاء بيجي شمالية محافظة صلاح الدين مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في ناحية الصينية بعد عودة أغلب النازحين إليها، وثمن القائم مقام الجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا المشروع، عدّا إياه إنجازا تحقق بفضل الاستقرار الأمني الذي تشهده الناحية. بالنيابة عن الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين، نفتتح اليوم مركز البطاقة الوطنية لناحية الصينية. لمثل هذا الإنجاز يحسب لوزارة الداخلية، شاكرين تعاون جميع الأجهزة المعنية في هذا، منها مديرية جنسية صلاح الدين والأخوة العاملين على هذا المركز. يحسب لوزارة الداخلية بتطور هذا المنجز، حيث ينهى أو ننتهي من معضلة تسيير المعاملات والروتين القاتل التي يسبب تأخير وعبء كبير على المواطن. في مثل هذا الإنجاز أيضا يعتبر من الإنجازات التي تسهم في الاستقرار وعادة الحياة لقضاء بيجي ونواحيه، حيث أن المواطن عندما يجد مثل هذه الإنجازات وهذا العمل تكون له الرغبة العالية في العودة إلى مناطقنا ولغرض إنشاء وإكمال جميع متطلبات وخدمات المواطن في محافظة صلاح الدين. تاريخ هذا اليوم 22/5/2019 تم افتتاح الدائرة ما قبل الأخيرة ضمن محافظة صلاح الدين، اللي هي دائرة البطاقة الوطنية في قضاء الصينية. وطبعا هذا دائرة رقم 15 من مجموع 16 دائرة في المحافظة. نشكر الدكتور أبو مازن، الدكتور أحمد عبد الله عبد، على دعمه اللامحدود لافتتاح هذه الدوائر وكافة دوائر المحافظة. وندعو كل أهلنا في قضاء الصينية، للي ساكنين في قضاء الصينية واللي لحد الآن نازحين في بقية الأقضية، لمراجعة هذه الدائرة لاستحصال على دائرة البطاقة الوطنية.